بمناسبة عيد شبيبة الثورة أقيم معرض أشغال يدوية من الورق والكرتون من أجل إعادة تدويرها لتصبح لوحات جميلة للتزيين ومفيدة للبيئة. شارك بالمعرض عدة روابط من عدة مناطق على مستوى محافظة ريف دمشق. ليا شباب متطوعون شاركوا بالمعرض. لنحكي عن هالمعرض أكثر معنا بالاستديو صفاء ديوب، عضو قيادة فرع ريف دمشق لاتحاد شبيبة الثورة ومديرية مكتب التطوع والبيئة. يسعد صباحي. يسعد صباحي. صباح الخير. صباح النور. هلا وسهلا يا صفاء. صفاء بالبداية خلينا نحكي عن المعرض يلي هو مثل ما ذكرنا أشغال يدوية مفيدة للأطفال ولإعادة التدوير وللبيئة أيضا. بداية من أرض سوريا المقاومة، صباح الخير لرفاقنا الشبيبيين بمناسبة، وكل كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم، بمناسبة عيد منظمة اتحاد شبيبة الثورة للذكرى 48. أيضا من أرض سوريا المقاومة، سوريا القداسة، ليس فقط لأنها مهد الديانات السماوية وإنما لأن ترابها جبل بدماء شهدائنا، أرواح الشهداء يلي عبدوا لنا الطريق لنعبر إلى بر الأمان. فالرحمة لجميع شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. حقيقة هذا المعرض فكرته هي كانت إنه نحن كيف ممكن نكون أصدقاء للبيئة، كيف نجمل بيئتنا. كانت فكرة مجموعة من رفاقنا الشباب المتطوعين، وحطينا عنوان المعرض لنعمل جميعا نحو بيئه افضل، لان كلنا شفنا بالفتره الاخيره البيئه بلشت يصير فيها نوع من التدهور، من غير انه اليابسه، غير كمان انه في البقايا البلاستيك كيف ممكن يعني تتفاعل مع البيئه، فبتاخذ وقت مهم. لذلك حبينا نعمل شيء من هالتوالف، نعمل لاعاده تدوير ونحاول نصنع منها تحف جميله، وهي كلياتهم كانوا من الكرتون، ورق الجرايد، هذا الورق التالف اللي نحن كلياتنا بنكبه بصراحه ما بنستخدمه. فحولنا بفكره بسيطه كثير، طبعا باشراف انسي، كانت هي حتى المعلمه كانت متطوعه معنا، اسمها انسي سعاد، نوجه لها تحيه كمان للوقت يلي قضيته معنا بصراحه، لحتى علمت هدول الرفاق الشباب والصبايا كيف يحولوا من هالقطعه يلي هي قطعه باليه اذا صح التعبير، كيف نحولها لقطعه فنيه أكثر جمال وأكثر روعة، نزين فيها بيتنا أو نزين فيها مكتبنا أو نزين فيها أي شيء بحاول إنه يخفي عيب إذا صح التعبير. أيضا كان في بهذا المعرض جزء لحتى نشجع على الزراعة المنزلية، شفنا أنه بالفترة الأخيرة بصراحة الزراعة صارت قلت نتيجة الانخراط بالعمل وطبيعة الحياة نوعا ما اختلفت، فحبينا نشجع ست البيت كيف ممكن تعمل الزراعة المنزلية الصغيرة بعلب البلاستيك، هيدي علب الكولا أو أناني المي البلاستيك اللي نحن بنكبها، فبدل ما نكبها بنحاول نعملها بطريقة فنية، نحط فيها شوية تراب ونزرع فيها الزرعات يلي هنا كتير بسيطين، فكرتها حتى فكرة كتير بسيطة مثل البصل، النعناع، البقدونس، هالشغلات يلي مهمة للبيت، ما في بيت إلا ما بيخلق تماما. فحتى أنه كانت فكرة كتير بسيطة، إذا ما عندها ست البيت، إذا ما عندها مساحة أو ما عندها حجم، فبإمكانها تعلقهم بطريقة فنية على شرفة المنزل أو على أي حيط بطريقة كتير فنية. حتى إذا تشوفي هلأ حطيناهم نحن بطريقة يعني أنه بتنزل المي من العلبة اللي فوق لأن حتى كمان أخذنا هذا الشيء بعين الاعتبار. هاي بالنسبة للمعرض. الروابط اللي شاركوا فيه هو عدة روابط بصراحة شاركوا فيها من ضمن محافظة ريف دمشق، ومشكورين رفاقنا عنا بأنه ما كتير أخذ وقت هذا المعرض، يعني صحيح أخذ منا استنفار تقريبا شي 10 أيام متواصلين، فحبينا نعمل هيك شيء مميز لعيد الشبيبي تماما، شيء مميز ومختلف وممكن نستفيد منه كلياتنا ببيتنا بمكاتبنا بمدرستنا، أنه كتير في ورق تعرف ما بنستفيد يستفيدوا من الطلاب، بإمكانهم يحولوه بطريقة كتير بسيطة لحتى يعني يستفيدوا منه ويحولوا لفكرة، هالفكرة بتكون فكرة كتير بناءة إلى فكرة كتير قيمية. وبصراحة هالأفكار كتير بنشوفه نحن بمنظمة اتحاد شبيبة الثورة، هالمنظمة الغنية بتراثها بصراحة، وهي الإطار يلي عم يظهر وبجمع طاقات الشباب ليحولها لطاقة خلاقة، طاقة إبداعية لحتى ينتج منها أفكار، هاي الأفكار إلى أبعاد
أبعاد قيمية إلى أبعاد مجتمعية بتفيد المجتمع وبتفيد الرفيق الشبيبي بحد ذاته. ست صفاء، رح نغوص أكثر بتفاصيل أهمية التدوير وأهمية يمكن الاهتمام بالبيئة اليوم، بس خلينا نروح مع كاميرا الإخبارية السورية وننقل لمشاهدينا بعض المقتطفات من أجواء المعرض. نحن الأزمة اللي تعرض إلى البلد أزمة كتير كبيرة، ولكن خلت دافع عند رفقاتنا وعند رفاقنا الشبابيين إنه يعطوا ويقدموا أكثر، والتقدمة والعطاء هي ما يعني بتعبر عن انتماء كبير لهالبلد. ونحن لو شفنا الفكرة من هالمعرض اللي هي موضوع إحياء الشغلات التالفة، فأكيد بنشوف إنه نحن بنعمل المعجزات، ورفقاتنا يعني الأزمة عطتهم دافع كتير كبير لبكرة أفضل. طبعا نحن بهذا الشهر عم يصادف عيد الشبيبي 48 اللي هو عم يجددوا الشباب تفاعلهم وقلقهم من خلال فعاليات وأنشطة المنظمة. نحن اليوم بمعرض لتوالف البيئة، هو من إنتاج الشباب، من أعمال الشباب. هذول الشباب اللي دائماً عم يثبتوا أنه هنن قد المسؤولية وهنن قد أي شيء ممكن يتكلفوا فيه. هذا المعرض فيه عدة نتاجات، هاي النتاجات عم تكون مستواها جيد جداً فينا نقول، وعم تتقدم. في شيء ممكن نستفيد منه بالأعمال اليومية، في شيء ممكن نستفيد منه بالبيت. هذا المعرض يتحدث عن كل شيء توالف، إعادة تدوير للأوراق، إعادة تدوير للجرائد، إعادة تدوير لأي شيء مستعمل. ومن خلاله احنا بنعمل فيه هون مشروع معرض صغير نعلم الطلاب فيه شو معنات انه البيئة، شو معنات الحفاظ على البيئة. ومثل ما شايفة انت يعني معرض بسيط هو، بس لكن مفعوله كبير ان شاء الله. ورح نتابع مع الطلاب لنقوي المهارة تبعيتهم، وان شاء الله مع الايام بيطلع شيء جديد، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. أكيد بعد ما شفنا هاللقطات من المعرض صفاء، يمكن كان في مثل ما ذكرتي، مثل ما عرفتينا، شفنا هلأ بالتقرير لزميلتنا سالي العديد من الأفكار يلي هي يمكن بتهم الستات البيوت، وأيضا هي شغلة منيحة لتملاية الوقت، لا يمكن تفريغ الطاقة ولا الاستفادة أيضا منها. خلينا نحكي عن هالمعرض، قديش هو يمكن فكرة مهمة لقدام، فكرة مهمة إنه هو يضل يستمر ل يمكن بلورة هالأفكار والاستفادة منها بشكل أكبر. هلا حقيقة مثل هيك نشاطات أو مثل هيك أفكار، مثل هيك أفكار فهي كتير مهمة إنه حتى نحن بنحاول نعززها وبنعمل جهدنا لحتى تستمر هالأفكار، لأنه دائما في توالف. هاي التوالف بحالة مستمرة، حتى كيف ممكن نستفيد منها بشكل أو بآخر. لذلك دائما بيكون في محاضرات توعوية، بيكون في ورشات عمل كيف ممكن نحول هالأشياء التالفة نحولها لطريقة فنية إبداعية لحتى نستفيد منها. حتى نشوف بالمحلات يعني تحديدا بسوق المهن اليدوية أو هيك التحف، كان هي من هيك اشياء، من بقايا اوراق شجر او بقايا الاخشاب او الكرتون. هاي الاشياء التالفه يعني ما حدا يستفيد منها، فنحن بنحاول نحولها لفكره كثير جميله. والجمال هو عنوان الحياه بصراحه، فكل ما كان في جمال وكل ما كانت المنطقه اكثر رتابه واكثر زينه، فهذا الشيء بيخلي شعور ايجابي عند الرفيق الشبيبي وعند اي حدا بيستمتع
بيستمتع بالجمال، ورفاقنا الشبيبيين دائما نحن بنحاول نعطيهم يعني افكار ايجابيه، انه كيف حتى بنعلمهم انه المواطن الفعالي، انه هذا الاحساس انه هذا البلد هو بلدك او هذا المقعد هو مقعدك، كيف بدك تحافظ عليه، او حتى أسوأ احتمال اذا في شيء يعني باللا شعور او بطريقه غير اراديه انه انتزع، كيف ممكن نصلحه بطريقه فنيه، كيف ممكن نرممه بطريقه جماليه تخدم الحاله الجميله. هي هي يعني الجميل انه ما عم تستفادي منه فقط واعاده تدوير، في احيانا عم تطلع لوحه فنيه تماما، تحفه فنيه عم تستثمريها بالبيت، يعني كمان هي نقطه كثير مهمه تماما. يعني حتى القطع الزجاج او الاناني الزجاج يعني انه بدل ما نكبهم انه كيف بنحولهم لطريقه، بنحولهم لفازي او بنحولهم لمزهريه. حتى صنعنا كان في بالمعرض اذا انتبهتوا في غساله، هاي الغساله صانعينها من الكرتون والورق، حتى في مثل انه علب كثير صغيره هي كمان من الكرتون، هي انه ممكن الطالب يستفيد فيها، يحط فيها القلم مثلا، ممكن يحط فيها المبرايه المحايل، يعني هيك الاشياء البسيطه، وبتكون طاولته بالبيت بتكون يعني شوي مرتبه اكثر، يعني انه من اشياء كثير بسيطه لا كلف الاهل جهد البساطة كبير ولا كلفهم معاناه بالمصاري، وكلنا بنعرف كيف الوضع الاقتصادي للناس، فبنحاول من الافكار يلي كثير بسيطة إن يعني نصنع شيء. وهيك حالي تحديدا بمرحلة اللي عم تعاني فينا سوريا ومرحلة الحرب يلي صار لنا تقريبا 5-6 سنين عم نحاول فيها ويمكن أكثر، عم تعصف فينا، بحس الرفيق الشبيبي بمتعة بجمال إنه بالرغم من كل شيء إنه الحياة ما تزال عم تستمر وعم بتقدم وعم نصنع جمال، وعم نحاول نستثمر الطاقات القصوى لرفاقنا الشبيبيين وكل شيء موجود عندنا ببيئتنا لحتى نحاول نستثمره بطريقة كتير رائعة حتى نحصل بالنتيجة لتنمية بيئية مستدامة إذا صح التعبير مع الوقت. نعم، يعني مثل هيك يمكن منتجات أو مثل هيك أفكار قديش مهم أنه هي تنتقل كمان لحدة تاني، قديش مهم أنه هي يمكن أنه هي تعلميها يتعلموها أشخاص تانيين يستفيدوا منها بالبيت، يعني ما بعرف عن طريق يمكن دورات أو عن طريق شيء تنقلوهم للناس التانيين. هلأ حقيقة نحن منتبع هو فيها هيك فكرة موجودة، نحن كلياتنا متطوعين، فكيف نغني هيك شغلات من خلال ورشات العمل، من خلال معسكرات تطوعية. فكيف بتصير مثلا عندنا في منطقة فيها مجموعة شباب وصبايا، هدول متطوعين حابين يكونوا موجودين معنا، بنعمل أشياء تطوعية غير الفن، في عنا شغلات تانية كمان بنعملها، في حملات توعوية بيئية. كيف فيهم يشاركوا الناس معكم؟ أي حدا بيكون هلا إجمالا منظمة اتحاد شبيبة الثورة، فهي بتضم شريحة شباب يلي بيكونوا من عمر 13 سنة لعمر 35 سنة وما فوق حقيقة، بس أي حدا حتى لو ما أنه منتسب لمنظمة اتحاد شباب الثورة وحابب يتطوع معنا بهيك نشاطات، بالعكس نحن بنرحب باي حدا حابب يقدم شيء لهالبلد، يعني لانه بصراحه البلد اعطانا كثير، فنحن بالعكس بنرحب وبنشجع اي حدا يكون موجود معنا من الشباب الموجودين لحتى بالنتيجه نساهم ولو بشكل بسيط باعاده اعمار سوريا. فبيتم نقل هالافكار من خلال الشباب هن نفسهم، كل واحد بينقل مثلا مجموعه شباب موجودين من هي المدرسه، هن بحد ذاتهم بيعملوا ورش اعمال مصغره قد ما تكون حرفيه، ولكن بينقلوا الافكار البسيطه لرفاقهم الموجودين بالمدرسه، وشوي شوي هيك بينتقل للاهل، بينتقل للمجتمع، وهيك شوي شوي بتكبر الدائره. طيب خلينا نحكي قديش اليوم مهم نهتم بالبيئه، اعطيتوا شق كثير مهم للبيئه والاهتمام بالبيئه في ظرف يمكن ظروف استثنائيه عم نعيش فيها، ان كان ظروف حرب او ظروف اقتصاديه او حتى يمكن التمدن الزايد اللي صاير هلا، قديش مهم نهتم بالبيئه اليوم. هلا البيئه هي مصدر جمال، وكلنا يعني مساحه البيئه كل ما انا عم تتقلص نحن تماما. هلا البيئه هي بتعني لنا الحياه، حياتنا كلها بتكون من البيئة، وحتى بنشوف انه ردة فعل انه هيك شعور بالكآبة احيانا لما بنشوف البيئة ما كثير فيها خضار، ما فيها تلوث، بيشعر المواطن او اي حدا فينا بيشعر بنوع من الكآبة، فلما بنجمل هالبيئة، لما بنزينها، لما بنستنشق الهواء النقي، فبتلاقي السعادة موجودة عنا، وفي تبادل بصراحة، في يعني في تبادل بين المواطن او بين الانسان وبين الطبيعة، لذلك الطبيعة او
البيئه في بصراحه اخذت تاخذ شق مهم من نشاطاتنا. حتى في عنا انه من خلال نشاطاتنا في ورش عمل بتكون ورش عمل توعويه رفع مستوى الوعي البيئي عند رفاقنا الشبيبيين وعند اخوتنا المواطنين، لحتى بالنتيجه نوصل لبيئه سليمه. وكل ما كنا عايشين ببيئه سليمه بصراحه كل ما وصلنا لجسم سليم من الناحيه الصحيه، وحتى سليم من ناحيه الافكار، بصير عنده ابداع، بصير عنده. بنشوف دائما يعني الشعراء والمبدعين بنلاقيهم معظمهم من البيئات يلي فيها اكثر جمال، البيئات الاكثر خصب. لذلك البيئه بتاخذ جزء مهم من شغلنا ومن نشاطاتنا كشبيبه، بالاضافه لنشاطاتنا الاخرى. نعم، يمكن شبيبة الثورة ما بتتوقف عن الفعاليات وعن عطاء أبنائها بجميع المجالات، بمجالات التطوع وبمجالات عديدة وكثيرة. خلينا نعرف شو هي أبرز التحضيرات القادمة اللي عم تحضروها من نشاطات يمكن بتهم كل الشباب والصبايا المشاركين. هلا بصراحة دائما عنا بمنظمة اتحاد شبيبة الثورة خطط عمل مستمرة، دائما بنكون خلايا نحل، بس عيد المنظمة منخصه بشغلات بتكون او بنشاطات بتكون اكثر تميز. دائما بيكون في عنا، حتى في عنا هلا الاسبوع المقبل في عنا ورشة عمل او ملتقى لشباب تطوعي من شبيبة ريف دمشق، بضم انه حيكون فيه ورشة عمل عن تعزيز العمل التطوعي لدى الشباب. وكلنا بنعرف الأزمة أو الحرب اللي عم تمر فينا قديش نحن بحاجة لنتطوع بوقتنا، قدي بحاجة لنعطي لهالبلد يلي عطانا هويتنا، عطانا انتمائنا، قديش نحن بحاجة لنعطيه. لذلك نحن عم نعمل ورشات عمل عن تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى جيل الشباب، لأنه جيل الشباب هو من المجتمعات الفتية، والنسبة العظمى من أبنائها فهن الشباب. لذلك توجهنا لفئة الشباب، وعندهم بصراحة عندهم طاقات وعندهم وقت فراغ، فنحن عم نحاول كيف نستثمر الوقت الفراغ مع الطاقات الموجودة عندها الشباب، لحتى يعني نحولها لطاقة فعالة أو لطاقة إيجابية. حتى بعد هالورشة العمل حيكون في نشاط تطوعي على أرض الواقع، وفي نشاطات كتير مهمة. طبعا في عنا نشاطات كمان، في عنا كثير إلى أبعاد قيمي، منركز كثير على الأبعاد، على القيم، منركز على الانتماء، منركز على المواطنة، منركز على الواجبات قبل ما نحكي عن الحقوق، لأنه دائما نحن منقول حقوقنا وواجباتنا، نتذكر الحقوق ومننسى الواجبات. فنحن لا، عم نحاول أنه نذكر شو واجبنا تجاه الوطن، بعدين بناخذ حقوقنا. طالما عم نأدي واجبنا مزبوط، فأكيد حقوقنا رح ناخذها بشكل تلقائي. حتى في محاضر، في نشاطات لها علاقة بالفن، بالموسيقى، بالمواهب، رصد المواهب، رعاية الشباب، تنمية المهارات اللي بتهم شبابنا، كيف يعني ينخرطوا بسوق العمل، شو المهارات اللي بتفيدهم لحتى كمان يواكبوا التغييرات يلي عم تصير، كيف يحسنوا يعملوا مشروع صغير، من خلال هالمشروع الصغير يعملوا يعني مبلغ، او على الاقل يعني يخدموا حالهم في ان صح التعبير، بالتعاون مع الجهات المعنيه، مع المجالس المحليه، مع المحافظه، مع المديريات. وبصراحه مشكورين يعني انه الكل عم يتعاون معنا كمحافظه ريف دمشق، دائما بيكون فريق عمل واحد بكل الجهات المعنيه ضمن هاي المحافظه. نعم، اكيد نحن اكيد نتشكر كل الجهود المبذوله من اجل الاستمرار بالتقديم من قبل الشباب السوري. نحن كتير بدنا نتشكرك صفاء ديوب، عضو قيادة فرع دمشق ريف دمشق لاتحاد شبيبة الثورة، ومديرة مكتب التطوع والبيئة. شكرا كتير لك، وموفقين بنشاطاتكم القادمة. شكرا لكم، ودائما نحن بنعتبر انه رسالة منظمة اتحاد شبيبة الثورة هي حب ومحبة وتضحية، فداء، ابداع. وهي الرسالة هي ما بتنتهي عند عمر معين، لانه دائما في تجدد، دائما في حيوية. فكل عام ومنظمتنا الغالية منظمة اتحاد شبيبة الثورة بألف خير، ورفاقنا الشبيبيين على مساحة أراضي الجمهورية العربية السورية بألف خير. أكيد نعايد كل فرد باتحاد شبيبة الثورة، فكل عام وهن بألف خير. اتحاد شبيبة الثورة يمكن من أكثر الاتحادات نشاطاً وأكثر الاتحادات اهتمام بالشباب السوري. بدنا نشكرك على وجودك معنا ست صفاء. أما